تمكن افراد فصيله الابحاث للدرك الوطني ببرج باريريج من تفكيك شبكه اجراميه دوليه عابره للحدود تختص في المتاجره بالمؤثرات العقليه، تتكون من 5 اشخاص وحجز كميه معتبره من الادويه المهلوسه تقدر بحوالي 1200 كبسوله نوع بريجابالين 300 ملي جرام. العمليه تمت بعد التعمق في التحقيق واستغلال الادله التقنيه والعلميه مع الاستعانه بالخبراء المختصين، اين تم تحديد هويه افراد الشبكه الاجراميه الذين ينشطون عبر عده ولايات ووضع خطه محكمه مكنت من الاطاحه بهم. التحقيق بين ان افراد الشبكه يقومون بتهريب المؤثرات العقليه من احدى الدول الاجنبيه بطريقه غير قانونيه ليتم تمويهها ونقلها من الولايات الحدوديه الى الولايات الداخليه عن طريق استعمال المركبات، قصد ابعاد الشبهات والافلات من المراقبه لمختلف المصالح الامنيه، حيث اسفر التحقيق عن توقيف 5 اشخاص مسبوقين قضائيا. حج إزمالي ل 838200 كبسولة نوع دواء بريكابالين ذات صنع أجنبي، حج شاحنة ومركبة سياحية مبلغ مالي مقدر ب 450 مليون سنتيم عائدات للتجار بالمواد المهلوسة، مبلغ مالي بالعملة الصعبة من دول مختلفة، أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، 8 هواتف نقالة مزودة بشرائح للأجانب الناشطين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.